مركزنا قائم على أهداف معينة لهي الفئة. عندنا برنامج خاص حبينا أنه هذا البرنامج نطبقه للأطفال في خلال اللوحات والمعرض. فنحن هذا المعرض الأول لأنه إذا سميناه بصمة إبداع، لأن هن حقهم هدول الأطفال يقدموا مثل باقي الأطفال الطبيعيين، إلى حقهم بالرسومات، حقهم بهيك يعيشوا هاي الأجواء. فنحن حبينا أنه ندمج الطرفين، البرنامج التربوي مع أهدافنا بالمعرض. عندنا أطفال متفاوتين بالأعمار، متفاوتين بالحالات، بنستقطب جميع الفئات، من لازم الداون، من التوحد، من طفل التوحد، عندنا المشاكل الدماغية، الإعاقة السمعية، هي كلياتها نحن بنستقطبها ضمن منهاج وخطة معينة، حتى قدرنا من الحمد لله رب العالمين هلا حتى يعني قدرنا نفتح صفوف ودوام كامل من الساعة 9 للساعة 12.